شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة رجل دخل إلى المسجد ووجد الصف تقريبا اكتمل، فليس عليه أن ينشئ صفا جديدا حتى يجتهد، وهل من الاجتهاد إذا وجد فرجة أن يدخل منها ويصف يمين الإمام أو من الباب الذي يكون في المنبر، أم أنه ينشئ الصف بدون؟ أنت قلت في صدر السؤال تقريبا وجد الصف تقريبا قد أو شبه مكتمل. شبه مكتمل وشبه أيضا، يعني لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع المرور. لا، المهم هل الصف تام ولا لا؟ لا، لم تام. تام بس ما يستطيع الوقوف. لا تقول شبه تام ولا تقول تقريبا تام، قل وجده تاما. إذا وجده تاما فإنه يصلي وحده ولا حرج عليه، ولا حاجة أن يصف مع الإمام. حتى الصف مع الإمام قد نقول أنه بدعة، لأن الرسول ما صلى معه أحد في إمامته إلا حين جاء ووجد أبا بكر يصلي بالناس وهو مريض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ووقف عن يسار أبي بكر وجعل يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه، وإلا فلم يرد. وأيضا الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاص بمكانه. ثم إننا إذا قلنا اذهب ادخل اخترق الصف وكن مع الإمام، اخترق الصف يؤذي، ولهذا قال النبي للرجل الذي كان يخترق الصفوف يوم الجمعة قال اجلس فقد أذيت. ثم إذا قلنا نتحملها وجاء وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل هذا مع الإمام وجد الصف تام، وقلنا اذهب مع الإمام، ذهب مع الإمام، صاروا كم؟ ثلاثة في الإمام، فجاء آخر وجد الصف تام، قلنا راح تقدم صار مع الإمام، ربما يكمل الصف الأول كله مع الإمام. لكن لو أنه يعني دخل في الصلاة في مكانه ثم جاء الثاني والثالث والرابع كونوا صفا متأخرا، فالذي نرى أنه يصلي وحده لتعذر وجود مكان مناسب. ثم من يقول أتدرون عن خلاف العلماء في هذه المسألة؟ العلماء كل المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة كلهم يرون جواز الصلاة خلف الصف بدون عذر، والإمام أحمد عنه في هذا روايتان، والإمام أحمد عنه في ذلك روايتان، رواية أنه يصح أن يصلي خلف الصف بدون عذر. تكون مذاهب الأمة الإسلامية على الرواية الثانية أحمد كلها على صحة الصلاة بلا عذر، يعني ليست المسألة في أجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحق أحق يتبع. الحديث يدل على أن من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر فعليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. أما إذا تعذر أن يقوم في الصف فإن جميع الواجبات تسقط بإيش؟ بالعذر. وهذا إما أن نقول صلي وحدك منفردا تبع لإمامك أو انصرف ولا تصلي، أيهم أحسن؟ أن يصلي معهم منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلي. فالصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان الصف كاملا فلك أن تصلي وحدك مع الإمام، يعني خلف الصف.